الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم الجمعة 25/9/2020 تم تحميل عدد 16 طن من لحوم الأضاحي لتوزيعها إلى المديريات الآتية: مديرية أوقاف القليوبية 4 طن، مديرية أوقاف الغربية 4 طن، مديرية أوقاف المنوفية 4 طن، مديرية أوقاف البحيرة 4 طن، ومع كل سيارة مفتش عام لتسليم هذه الكمية إلى السيد صاحب الفضيلة وكيل الوزارة، والذي بدوره يقوم بتسليمها إلى الإدارات الفرعية لتسليمها للأسر الأولى بالرعاية. وكل عام وأنتم بخير.